السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله عز وجل لم يزل خالقًا عليمًا ومتفردًا حكيمًا. خلق الكون فأحسنه، وأبدع نظامه وأتقنه، رتب مقادير الخلائق ودبرها تدبيرًا، وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. لا يجري شيء في هذا الكون إلا بأمره، ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وقدره. قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود والترمذي. فالله عز وجل قد كتب ما يجري على العباد من أقدار قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رواه مسلم. ألا وإن مما كتبه الله تعالى على العبد وقدره قبل أن ينشئه ويصوره الابتلاءات والمصائب والأقدار
والأقدار المؤلمة التي تقع عليه في هذه الدنيا، ليمتحن صبره ورضاه، ويسمع تضرعه ونجواه. فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمصائب والمحن والابتلاءات اختبار لإيمان العباد وصبرهم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. عباد الله، إن المؤمن بالله حق الإيمان من إذا أصابته مصيبة أظهر الرضا والصبر واحتساب الأجر، وأحسن الظن بالله عز وجل، ومنع نفسه من الذعر والجزع، وحبس جوارحه عن التسخط والفزع. قال بعض أهل العلم: ذنب أذنبته أنا أبكي عليه 30 سنة. قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضه، أو ليته لم يكن. وقال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. فالابتلاء قد يكون علامة على حب الله للعبد. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. عباد الله، ألا وإن مما يعين العبد على الصبر على أقدار الله المؤلمة تذكر الأجر العظيم برفع الدرجات وتكفير السيئات لمن ابتلي بشيء من هذه الأقدار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. رواه البخاري ومسلم. ففي المصائب والابتلاءات تطهير لصحائف العباد من الذنوب والسيئات. عن أبي سعيد وأبي عبد الرحمن رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. والوصب والنصب هما الوجع والتعب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المؤمنون، يجب على من أصيب بشيء من أقدار الله المؤلمة أن يلجأ لخالقه ومولاه، ويبادر بالتوبة والرجوع إليه وطلب المغفرة منه وسؤاله عفوه ورضاه، فإن ذلك من أعظم أسباب رفع النقم واستبدالها بالرحمات والنعم. قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك كان حال الأنبياء عند البلاء هو اللجوء إلى رب الأرض والسماء. قال تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين والسودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، ووفق ولاة أمور المسلمين لمثل ذلك، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.